أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقرد قبل عزيزا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقرد الخيار بيني سات شمكثة ضمانيك سات شمكثة الغارك إلا ذا ثيت شمكثة بلين خلقات سيد ربنا للعبادة. أنظر بلين المهمة للإنسان دي الدنيا ذا شوت ذي العبادة. كان يتمثل لا ميسيون العبد دي الدنيا إلا قنا عقيب بلين ذي العبادة. ذيجين في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مدي قار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أدي قار بلينس مكثيدي عبد المهم مينس مريل دا خطر العبد الغافل العبد تسخرت تنفسيتي سغاف فريد، ولكن سيد ربي غادي قار ذكرتي سمكثيتي أف المهم مينس وقبل وقبل أذتي وقبل أذت فاث كان يتمثل وذين نظران المهمة ذي دونيث أين يفغو يخذ مثل عبد دونيث ذي المهمة ذي الميسيون تسعى المدينس نغ المهلينس محدودة للدلينس يتسمى إلى ليميتي مر يروح العبد ذي خمل ستاج ذي ثمور تفرانيث أسف كان عامين باش ذي خمل ستاج نينس من فوق ستاج نينس أدي يغاي خلاص ويزمير ذي مد ذي المهلة أتير نسغورس أكثر قوكني يسف كان. وكذلك الإنسان ذي دونيث المهم يجي يكسع كان ذي العبادة المهلينس محدودة ذاش المهلينس ذي العمريس، ولكن ذا شو الخلاف مريلين العبد الدنيا أين يفغو يسعو ذي المهمة يزرع المهلة نيس كان كنين يزرع من الميناث ذون يزرع من الميناث فاك، ولكن الإنسان المهلة نيس ديفكا سيدي ربي باش يعني غادي يخدم المهمة ينس ذي العبادة ويزرع من الميناث فاك ويسن السان ويسن أزكام ويزرار من المين غرس يحفظ سيدي ربي خلاص المهلة العمرنينس إذن العمريك تقين ذي المدة من المهمينك ذي دوني ونشتقين وإلا قال الإنسان ذي فك أفوس ذي العمرينس ذو قيد رأس المال ذو قيد رأس المال العمريك ذو رأس المال إنك كان نهدر نكون القارب اللي رأس المال شو بقيس رأي التجار العبد مريلي التجار رأس المال أذي أرجو الفايدة إنس، ولكن ماذا قلت يفكى العبد ذي رأس المال إنس يروح أنت شك سنة في الفايدة إذن أرس الملك ذم زوارو ما تحارف الفلاس بدو يسيسا داويض الفايدة ورأس المال العمريك ذا رأس المال إلى قاس عقل ذكا كان يثمثن ذا نشتقين في الإنسان وإلى لقران أذى يغفل أفين في المهمة في تدي في كان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أين لان دونيث دونيث أذي قيم دونيث يقرد وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى يقرد أفلا تعقلون. أين لان دونيث دونيث ساعة كوست مبذث من الجدود نعم مزاليت سلم أرثولات شو علقها في الحيض وثر حارم حشم بس ما ريك في سيدي ربي مولاش رجلي سفي سيدي رجل دايما نسمع قيس خطر يفكتي دونيث تسقيم دونيث، ولكن أين 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 لن لخرث إني لن لخرث يتفثى يقطع قذك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قرض أفتمسل من دونيث إن الرزقك كي تروح على الحوي السياقي وحر ساري مانيه استثي مسغ في دونيث خزر يا خارثيني خزر كان بكدي قرض سيد ربي سبحانه وتعالى قرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الرزقك كي تروح على المكتوبك كي تروح على من والله الذي لا إله غيره ورثر نظن يقوين يكثر سيد ربي أما ذا قلنا أين يكثر ما ذا قلنا ذا عقل حمزي سيقاني في اسمه يموثي حشم ما ذا قلنا يتشاف المكتوب يسوس يصروح على الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن دينا إن دي قر جبريل عليه السلام نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن دي قر جبريل عليه السلام أدي قر ويتم تسفر يا عبد حشم يتشرس قسي كما يسمر أكو ما يقيم سكرا شويت وتم تسفر حشم هذا قال يتشاف، ولكن كون وين ضيف ثلث ذي حياي والطيف ثلث ذي حرمي لكن يوم نقسم سيدي ربي كشينا بنادم وحرس راني ماني كنت سراني غويني كيكتب سيدي ربي وكشينا اتحرك خضر الجوارح كل خدمات تخدم خاطر يعقد سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من العجز والكسل وصار جرى رزقك باش كي ديوض اني كي تصرا جوك ولكن الحويس تس الخدمه استخدم وحرس راني ماني كشينا تسعود دي الذهن انك ذا نفعات نفع هذا الغاشيه تنفع تنفع مثلك يا عباد ما تقرض ادقرض صدقي الخاطري بلي ذا نفعات تنفع يا عباد سيناك دي السوق سيدي ربي رزقك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرض خير الناس انفعهم خير الناس انيوا
يقضي رواية نظر خير الناس من ينتفع به الناس. إذن أكشن أتحرك ولكن أحر السلام إيمانك في الدنيا أدي قار فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما دين فمشوا معناها تسيحوا سياقي ببطء تسيحوا وحر السلام إيمانك مليح مليح أي خطر وأين يفغون يغفل فلسة في الدنيا وفخذ مبارك أفخذ مني أفخذ مني نقول لأن العباد ذا شو تمزدوغ ذا شو حالا غيسعان تسمى قالوا تنغشين يعني بازدراع أما كان أقوم كان دور ونسن فنانا ينو فنانا رغشين ينو فنانا رمدن دونيث دونيث ولكن الآخرة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دقر وسارعوا غويث وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. أدي قر سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أدي قر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. خزر كان في الدنيا أدي قر فمشوا في مناكبها الحوت سياقي ولكن ذي في مسألة الأخرى أدي قر فاسعوا إلى ذكر الله غي ويثق بي ذكري فاتحي أكتن أيث مثلا أي خطر العمل الدنيا مؤجل العامل الدنيا وكيف فغري العقية في تمثال الدنيا كيف يعقي ماذا فوثك تظليف كيف يعقي ماذا قل فوثك الحجي كيف يعقي ماذا قل أعدف لك الوقت كي تزمر تصدق تصدق ذرا تصدق ذرا العامل الدنيا مؤجل ولكن العامل الآخر معجل إلى قد تعجل الذكس مولش هذا كيفات سبحان الله كان يثمثل. إذن في محمد صلى الله عليه وسلم أمكي أغدي قار أغدي تحذير غفيان أغدي قار غور وثذا كنت فث أكنت فث أكنت فث أكوني الأعمال الصالحة ألا ثمن الزاد ذي آخر خطر سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى مدي قار وتزودوا فإن خير الزاد التقوى معناها مدي قار أهجنا عوينينك وما قدينه أهجنا عوينينك ذا شيء اللي معناه أهدي أتسه جذرا أزمة لا ذي هجيونا عوينز أذي قيم خمسة غميت مثلا جذا عوين سك سعد سفرات خمر سكان سعد فويا جرد خمر مدينة فتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى معناه وزر ضرة تدقيق يدي في كفوسي سيدا غيوي كيقنع باش أنظر يعني أما كدي قار سيدي ربي غدي تحذير دي قار وسارعوا إلى مغفرة من ربكم غدي تحذير النفي وش فيه صلى الله عليه وسلم دي قار حذر فيما نون في تمثال الدنيا كوني وخرنا في الأعمال الصالحة السات الزمرة سكوت زمرة السات تعقيد كذي وخرشيط العقل لك السكيت جهد كان أدغلف لك ثم غار